بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 86 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. نبدأ هذه الحلقة برسالة السائل، يقول في سؤال له: ما حكم التكبر، وخصوصا إذا ألقى الإنسان والمسلم السلام على شخص ولم يرد عليه، ما موقفه من ذلك؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن التكبر خلق ذميم، ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة، أو خصلة ذميمة ومحرمة. والواجب على المسلم أن يتواضع لله ويتواضع لإخوانه المسلمين. والاستكبار على قسمين: قسم الأول الاستكبار عن قبول الحق وبطر الحق، يعني دفع الحق، وهذا أشد والعياذ بالله، وهذه صفة اليهود الذين رفضوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، استكبروا على رسلهم وعلى أوامر الله، وهذا أشد أنواع الاستكبار. وأول من استكبر إبليس، أبى واستكبر لما أمره الله أن يسجد لآدم، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله جل وعلا لا يحب المستكبرين، والنار مثوى للمتكبرين والعياذ بالله، كما في القرآن. والنوع الثاني تكبر على الناس، كبر على الناس وتعاظم على الناس، ويرى أنه فوق غيره، وهذا محرم ولا يجوز. والواجب على المسلم أن يتواضع، ومن تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله، كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤالي: أنا والدي مريض بالفشل الكلوي، ويقوم بالتغسيل يوميا، وينصحه الأطباء بعدم الإكثار من الماء، لأن كثرة الماء تضره، لأنه يتجمع في جسمه، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس، وهو كثيرا ما يطلب الماء، ونحن نقوم بإعطائه الماء جرعات قليلة، ونرفض أن نعطيه الماء دفعة واحدة نظرا لصحته، ويقوم بالتحسب علينا، يقول: حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم. هل الدعاء في هذا يصل علينا وهو من العقوق؟ إذا كان منع الماء عنه من مصلحته فلا إثم عليكم في ذلك، لأن هذا من مصلحته. وكما ذكر لكم الطبيب، إذا كان الطبيب أوصاكم بأن لا تكثروا عليه الماء، هذا من مصلحته، وليس عليكم إثم في ذلك، بل أنتم تريدون له الخير. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أنا أقوم بتسمين مجموعة من العجول لا يزيد العدد عن 7 تقريبا، وبعد عدة أشهر وقبل أن تكمل العام أقوم ببيعها وأشتري بدلا منها، وهكذا، فهل عليها زكاة؟ وإن كان عليها فكيف تحسب؟ الزكاة في قيمتها، إذا توفر عندك نقود وحال عليها الحول من قيمتها إنك تزكي هذه النقود، وإذا كان عندك عجول وتم الحول على رأس المال الذي تشتري به، ثم الحول على رأس المال الذي اشتريتها به، فإنك تثمن العجول بما تساوي وتخرج زكاتها ربع العشر. الحاصل أنه إذا كان عندك دراهم من هذه العجول حال عليها الحول تزكيها، إذا كان عندك عجول حال عليها الحول تريد بيعها، فإنك حال عليها الحول وأنت تريد بيعها، يعني حال الحول على قيمتها، وحال الحول على قيمتها التي اشتريتها بها، فإنك تثمنها بما تساوي وتزكيها. نعم. أحسن الله إليكم. في صلاة العيد ما حكم ترك التكبيرات؟ وإذا شرع إمام الجامع في القراءة ماذا يحصل؟ لا بأس بذلك، الصلاة صحيحة وهو تارك لسنة فقط، والصلاة صحيحة. إذا كبر تكبيرات الزوائد فكبروا، وإذا لم يكبر فلا تكبروا، تكفي تكبيرات الصلاة.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل جمال محمد يقول: ما حكم الإمام إذا رفع قبل أن يقرأ التشهد الأول ثم جلس بعد التنبيه وقرأ التشهد الأول وفي نهاية الصلاة سجد سجود السهو، هل تعتبر الصلاة صحيحة؟ نعم، إذا قام ولم يستتم قائما ونبهوه فرجع فأتى بالتشهد الأول فإنه يسجد للسهو قبل الصلاة، يسجد للسهو لأنه سهى. وأما إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، ويجبر سجود يجبر التشهد الأول، يجبر ترك التشهد الأول سهوا يجبره بسجود السهو أيضا. نعم. عمر محمد يقول: في بعض الأحيان وفي أثناء الصلاة الإمام يركع وأنا لم أنتهي من قراءة الفاتحة، فهل يجب علي أن أكمل الفاتحة أو أركع مع الإمام؟ إذا أمكنك أن تكملها وتدرك الإمام في الركوع فأكملها، وإذا لم أو خشيت أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإنك يجب عليك الركوع وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة. نعم. يقول: أنا طالب على وشك التخرج، أريد أن أتخصص في مجال أرغب فيه، ولكن خالفتني والدتي في ذلك، فهل هذا من العقوق إن خالفتها وتخصصت في مجال لا أرغب فيه؟ على كل حال أنت تطلب العمل المناسب وتقنع والدتك بذلك، ولا أظنها ستعارض أو تمانع إذا أقنعتها بأن هذا العمل أحسن وأن الوظيفة فيه أحسن، ما أظنها تمانع لأنها تريد لك المصلحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هشام يقول: كيف يغتسل من قام يوم الجمعة وعليه جنابة، وهل يتوضأ بعدهما، وهل يجزئ الاغتسال الغسل العادي عن غسل الجنابة؟ إذا كان عليه جنابة فلا بد من الاغتسال لأنها حدث أكبر يوم الجمعة وفي غيره، ولكن في يوم الجمعة هناك اغتسال مستحب للذهاب للجمعة، يغتسل للجنابة ويدخل فيه غسل الجمعة. نعم. أم عكاشة تقول: فضيلة الشيخ، هل يكون ابن بنت عمتي محرم لي في السفر؟ لا، ابن بنت عمتك ليس محرما لك، بل هو أجنبي منك. نعم. رشيد يقول: إذا وضع الطعام وأذن المؤذن للصلاة فهل يرخص بتناول الطعام وترك الصلاة؟ نعم. إذا وضع الطعام يقول وأذن للصلاة فماذا يفعل الإنسان؟ هذا إذا حصل صدفة ما قصد قدم الطعام وهو يرغب فيه فإنه يبدأ بالطعام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أولو الغائط. أما من يرتب هذا ويجعل الوجبة وقت الصلاة أو صلاة الجماعة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه مقصود ولم يأتي من غير قصد. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سعيد يقول: أريد أن أعرف الشيخ، هل الصلاة مع الجماعة في وقت المطر أفضل أم في البيت أفضل، وجزاكم الله خيرا؟ هذا تابع لحالتك، إذا كان عليك مشقة الذهاب إلى المسجد، عليك مشقة من المطر، تخشى نزلة البرد أو تخشى البلل الثياب أو عليك مضرة، الصلاة في البيت أفضل أخذا بالرخصة. إذا كان ليس فيه ضرر، الصلاة في المسجد واجب، صلاة الجماعة واجبة لأنه ليس لك عذر في تركها. نعم. يقول السائل سعيد: ما أفضل الصيام من الأيام الأسبوع الواردة في السنة، وما حكم تخصيص الخميس فقط بالصيام؟ استحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا الذي ورد في السنة، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على ربي سبحانه، فيكون المسلم يعرض عمله وهو صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يستحب من صيامه من الأسبوع. نعم. يسأل هذا الأخ ويقول: ما حكم الغش في البيع والشراء؟ الغش في البيع والشراء حرام، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والواجب الصدق في البيع والشراء وفي غيرهما، الواجب الصدق، المسلم يصدق ويتحرى الصدق دائما وابدا ولا يكون غشاشا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام صبرة كومة من الطعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده الطعام فأدركت يده بللا في أسفله يعني رطوبة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، لا يجوز الغش والخداع
سوء المعاملة. المسلم ينصح في معاملته وينصح في مؤاخاته للمسلمين. لا يجوز الغش حتى مع الكفار، لا يجوز يغش الكافر، فكيف بالمسلم؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا خرج الإنسان من العملية وهو مبنج لمدة يومين ولم يصلي، هل يصليها جميعا أم مع كل وقت فرض؟ إذا كان مبنج بمعنى أنه مخدر وليس معه فكر، فإنه إذا صحى يصلي ما فاته من الصلوات في الحال. إذا صحى من البنج أو من المخدر فإنه يبادر بالصلوات التي فاتته في الحال ولا يؤخرها. نعم. بعض الناس يقولون الشيخ أنه يصلي مع كل فرض. لا، هذا غلط، هذا غلط. يصليها جميعا بالترتيب في مكان واحد ووقت واحد مهما أمكنه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم بما يسمى قراءة الكف والفنجان؟ هذا نوع من السحر والكهانة، ادعاء علم الغيب. هذه عملية شيطانية، لا يجوز. هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهذه طرق شيطانية. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، بالنسبة لقيام النصف من شعبان وصيام هذا اليوم، هل ورد فيه شيء؟ لم يرد فيه تخصيص النصف من شعبان صيام يومه أو قيام ليلته، لم يرد فيها دليل صحيح. كل ما ورد فيها لا يصلح للاستدلال، هي كغيرها من الليالي ويومها كغيرها من الأيام. من كان له قيام مستمر عليه يقوم ليلة نصف من شعبان تبعا لقيامه ولا يخصها. من كان يصوم من شعبان فإنه يصوم يوم النصف تبعا لصيامه ولا يخصه بشيء دون غيره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، من أولى الناس بتغسيل الميت؟ الأولى فالأولى مأجورين. الأولى بتغسيل الميت أقرب عصبته من الرجال، أقرب عصبته من الرجال، ابنه ثم أبوه ثم أخوه ثم عمه ثم ابن أخيه ثم ابن عمه وهكذا. نعم. هذه الأخت السائلة أرسلت سؤال وكتبت السؤال بأسلوبها الخاص، تقول: أنا أم فيصل، أسأل الشيخ عن الرضاعة. فيه أم أرضعت ابن بنتها الكبرى مع بنتنا الصغرى، هل يكون أخو للعائلة؟ نعم. تقول أم فيصل: أسأل عن الرضاعة عن أم أرضعت ابن بنتها الكبرى مع بنتنا الصغرى، هل يكون أخو لها من الرضاعة؟ مع بنتنا الصغرى، إيه؟ يعني بنت المرضعة الصغرى. بنت المرضعة الصغرى يكون ابن لها من الرضاع وأخا لأبنائها وبناتها. طيب. نعم. أحسن الله إليكم. وشروط الرضاعة في مثل هذه الحالة يا شيخ؟ تكون في الحولين. نعم. وأن تكون 5 رضاعات فأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الحج للحائض؟ نعم، يجوز للأنت للحائض أن تحرم بالحج والعمرة، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وأما بقية أعمال الحج من الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار والمبيت بمنى، كل هذا تفعله وهي حائض، إلا الطواف بالبيت. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج، خير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. جزاكم الله خيرا. وكذلك في العمرة. نعم. تحرم بالعمرة، وإذا وصلت إلى مكة تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تؤدي العمرة. نعم. يقول هذا السائل: يوجد حساب لي في البنك أودع فيه راتبي في كل نهاية شهر، وأقوم بسحب مصروفاتي عن طريق الصراف الآلي، هل المال المتبقي في الحساب عليه زكاة في نهاية السنة، حيث إن المال المتبقي مخلوط في جميع الأشهر؟ نعم، هو ما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا حال عليه الحول. ولكن إذا كنت وغيرك كذلك من الموظفين، يقول: أنا لا أتمكن من تحديد حول كل مبلغ، لأن كل شهر يضع فيه رصيد، فهذا الأحسن أن يخصص وقتا من السنة كشهر رمضان يخرج فيه كل ما اجتمع لديه من الرصيد، ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من العام القادم، وبهذا تبرأ ذمته، وهذا هو الذي عليه الفتوى وعليه العمل الآن. نعم. جزاكم الله خيرا. من مكة السائل أبو عامر يقول: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة، وذلك إذا كان مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ لا يجوز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف أولا ثم سعى وقال: خذوا عني مناسككم، السعي بعد طواف. أما القارن والمفرد إذا كان سعيا بعد طواف القدوم فإنه يكفي، لأنه ليس عليهما إلا سعي واحد، إن شاء جعله بعد طواف القدوم
وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة. على كل حال لا بد أن يكون السعي بعد طواف، هكذا السنة. نعم. يقول: في عمرتي العام الماضي في رمضان وبعد انتهائي من السعي وجدت في ثياب إحرامي نجاسة، فغيرت إحرامي وأعدت الطواف والسعي مرة ثانية. لا يلزمك الإعادة ما دام أنك لم تعلم أنه حصل في الطواف، لم تعلم أنه حصل في الطواف. فالأصل الطهارة، وجود الحدث بعد الفراغ من العبادة لا يبطلها، لأنه ربما حصل بعد أن فرغ لا يدري. فالأصل الصحة والأصل بقاء الطهارة والحمد لله، ما لم يعلم 100% أنه طاف وعليه نجاسة أو أنه محدث. نعم. يقول هذا السائل: من عادتي أن أكون بعد العصر في المقبرة لمساعدة الذين يقومون بلحد المتوفين. يقول: بعض المرات فضيلة الشيخ ألحد متوفية من غير إحرامي، من غير محارمي، هل يجوز لذلك؟ لا بس، لا يجوز أن ينزل الميتة المرأة رجل من غير محارمها، من غير محارمها. وقد أنزل أحد الصحابة زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم في لحدها، أنزلها وهو من غير محارمها، أظنه أبو سلمة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وأقره على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هناك ملحوظة في المقبرة وهو توزيع الماء البارد على الواقفين. هذا لا أصل له، ونخشى أن يتطور إلى توزيع الصدقات والطعام إذا فتح هذا المجال. الواجب سد هذا الباب، والذي يريد يشرب يخرج من المقبرة ويروح لأهله يشرب، ولا من طريق، ولا الحمد لله. نعم. يقول: وضع المظلات لجلوس أهل المتوفى هذا ممنوع في المقابر، ممنوع. قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنع إقامة مظلات في المقابر لأجل العزاء. هذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء والفتوى على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أقول أقسم بآيات الله؟ نعم. آيات الله، المراد الآيات المتلوة. إذا كان المراد الآيات المتلوة آيات القرآن فلا بأس بذلك، لأنها من كلام الله، كلام الله من صفاته سبحانه وتعالى. وأما إذا كان المراد بآيات الله الآيات الكونية، السماوات والأرض والجبال والمخلوقات، فلا يجوز القسم بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ: هل الموسوس مرفوع عنه القلم لأنه في عذاب ويأخذ الوقت ويزيد وينقص؟ إذا زال شعوره صار ما يدري ليس عليه شيء، أما إذا كان الوسواس خفيف عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويترك الوسواس ولا يضره إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يا شيخ: هل يجوز أكل لحم المضطر من مرض أم أن هذا حرام؟ لحم المضطر؟ نعم. أو أكل الميتة؟ أكل الميتة. نعم يا شيخ. نعم. المضطر الذي لا يجد غير الميتة ويخشى من الموت له أن يأكل منها ما يبقي عليه حياته، قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار الكفارة التي تدفع ومن نعطيها؟ أي كفارة؟ عموما الكفارة، كفارة اليمين. كفارة تختلف. نعم. إذا كفارة يمين شيء. كفارة يمين: طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي كيلو نصف من الطعام كل مسكين، يعني 15 كيلو على 10 مساكين، هذه كفارة كفارة اليمين. نعم. كفارة الظهار هي إذا لم يقدر على العفو ولا على الصيام شهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مثل ما ذكرنا نصف صاع، يعني مد ونصف من البر، يعني كيلو ونصف من البر على 60 مسكين، كل مسكين له كيلو ونصف من البر، هذه كفارة الظهار، وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. العنود من جدة تقول: ما الآثار المترتبة على المرأة التي لا تطيع الزوج وما حكم الشرع في ذلك؟ هذه ناشز وعليها وعيد شديد، ومن باتت زوجها ساخط عليها فإنه يلعنها من في السماء كما في الحديث، لا يجوز لها أن تعصي زوجها فيما يجب عليها له من الحقوق، ولا يجوز لها أن تسأله الطلاق من غير ما بأس. من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما في الحديث، وحق الزوج على امرأته حق
كبير. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.